بنتكلم بالفنان حسام داهر. اهلا وسهلا، ازيك؟ كلمنا عن دورك في المسرحية. والله يعني هو الدور مفاجأة بقى، مش هينفع نحرقه دلوقتي، بس انا سعيد بالمشاركة مع استاذ خالد جلال في المسرحية لما الشعب يفلسع واستاذ محمود الطوخي. يعني هي مش اول مشاركة، كنا دايما مع بعض مسرحية قبل كده، كان في واحدة ست بس مع استاذ سميحة ايوب، بس للاسف وقفت بقى ايام بروفات المسرح وكده، فايام مشكلة الثورة والحاجات دي، فيا رب ان شاء الله العرض ده يكمل بقى ما حصلش اللي في قبله. كلمنا طيب عن دور الفنان والمثقفين المبدعين في توصيل الرساله للشعب المصري بالنهوض بثقافته. هو ده دور طول الوقت، يعني طول عمر الوقت الفنان لو ما عندوش رساله يبقى بيعمل ايه اصلا؟ لازم يبقى في حاجه مسج بيوصلها من خلال اللي بيقدمه، يعني لان هو لو ما بيقدمش ده ما بيعيش، ما الناس ما بتحفظوش وبيتنسي بالتالي يعني مع الوقت يعني. فده اهم حاجه عند الفنان، ولاقي رساله يقدمها ويقدمها بشكل كويس وتوصل يعني ان شاء الله. طيب رايك ايه في الافلام اللي قدمتها السينما، يعني شعبي او تجاريه، يعني تصنفها لايه ورايك فيها؟ والله ما اقدر اقول، بس ان حصل ايه، ان احنا كان عندنا زخم زي ما بيقولوا في الانتاج السينمائي، شركات كبيره جدا بتنتج وكان الانتاج ضخم، يعني مجموعه كبيره من الجهات الانتاج، لكن مؤخرا اصبح في جهه واحده بس، وانا مش شايف انه غلط انه يشتغل، يعني استاذ احمد ولا محمد السبكي بيحاولوا يعملوا صناعه، وحط نفسك مكانه، يعني هو بيعمل فيلم بيكسب بيه عدد معين، يعني في نفس الوقت بيعمل جنبه افلام تانية كويسه، يعني زي ساعه ونص وزي واحد صحيح وزي الافلام اللي هي بينتجها يعني. فتقدر تقول بس هو زمان كانت الافلام كويسه، بالنسبه للافلام اللي هي تدروا عليها كوميرشال دي كانت النسبه متوازيه يعني متناسبه في نفس الوقت يعني، لكن دلوقتي اصبح ما فيش غير الافلام دي فمتصدره في الواجهه بس مش اكتر يعني. طب انت شايف دور المنتج ان هو عشان يكسب يعمل افلام تاثر تاثير سلبي على ثقافه المجتمع؟ طبعا انا ضد ده جدا، واتكلمت في ده حتى محمد رمضان مع الناس، ان هم ايه يعني، هو في ايده دلوقتي كل حاجه، في ايده هو كبطل ان هو يختار النص ويختار السكريبت، يعني النص ويختار المخرج، يعني في ايده كل حاجه، وراجل نجم والناس حبته وسلمته نفسها، يعني بتحب تتفرج عليه دلوقتي، فحقهم عليه بقى ان هو يهتم باللي يقدمه يعني، وما يبقاش نموذج سلبي زي عبد الموتى، يعني يبقى نموذج ايجابي. يعني احمد زكي كان بيقدم نماذج يعني سلبيه، بس كانت مثلا الافلام بتاعته مشهوره، بس في نفس الوقت كانتش تقدر يعني، ما الناس ما بتخرجش من السينما تقلده يعني، كانت الناس فاهمه ان ده كاركتر سلبي وخلاص على كده، كان الموضوع بينتهي يعني، لكن الناس للاسف تخرج بتقلد اللي شايفاه يعني، فطبعا ده تاثير غلط، بس الدور بقى على ان الناس اللي بطلت تنتج زي الشركات الثانيه زي مدام اسعاد ولا زي الاساتذه التانيين، الناس التانيين اللي بينتجوا، ان هم يرجعوا تاني يخشوا تجربه الانتاج وما يسيبوش الملعب في ايد واحد بس يعني. بس طيب هل تؤيد فكره ترشيح الفريق بتاع السيسي رئيس الجمهوريه؟ والله انا مع اللي تم يوم 30، ان كان في مؤامره على مصر والفريق فتح سيسي نهاها يعني، لكن انا مع ان يبقى في حكم ديمقراطي، وان الرئيس الجاي يجي بشكل يعني مش عشان الجيش عمل اللي حصل ده فهو اللي ينتج، لا انا شايف ان لا يتم انتخابات، ولا ودخلها فريق سيسي وكسب يبقى خلاص، يبقى هي دي اراده الشعب، محدش يقدر يقف قصادها يعني. انت مع رئيس مدني او مع عسكري؟ انا مع رئيس يجي باراده الشعب، بس ده كل ما عايزه، باراده الشعب حقيقيه يعني، ويبقى اراده حقيقيه يعني، ما يبقاش الناس عصر ليمون ومش عارف ايه زي ما حصل قبل كده مع مرسي، تبقى اراده كامله والناس كلها موافقه عليه بس، هو ده.